اللهم صل على سيدتي ومولاتي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي، أول ما نبتدئ به نذكر سيدتنا قاضية الحاجات أم البنين عليها السلام، وبنية التوفيق والتأييد والتسديد والنورانية في هذا المجلس الشريف وروحانيته، والاستضافة أرواح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيه، ورحمة لموتانا وموتاكم ولقضاء الحاجة المتعسرة وشفاء المرضى، سيما لمن سألنا لأجلهم الدعاء، فلروح مولاتنا أم البنين وأرواح الموتى رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني، يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهل بيت، أهل بيت الطهر من دنس، ولهم في الحشر أسمى الدرجات، وإذا ما ذكروا في مجلس ارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا الزكي التقي الطاهر العلم. صلوات ها
هذا علي رسول الله والده أمست بنور هداه تهتدي الأمم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا يلتهي الكرم صلوات. ما قال لا قط ما قال لا قط ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم صلوات. قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حق جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من علي بن الحسين عليهما السلام. إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه يثير موضوعا من أهم المواضيع بخصوص الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو موضوع المشابهة بينه وبين جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهذا النوع من البحوث موجود عند أهل البيت، موجود يعني وجه شبه بين شخصية من أهل البيت وشخصية أخرى. مثلا الإمام الكاظم عليه السلام يسمونه سمي الكليم، وهناك أوجه شبه بين الإمام الكاظم وبين كليم الله موسى ابن عمران، هذه تنظر في محلها وفي مظانها. الإمام الجواد عليه السلام أوجه شبه بينه وبين عيسى ابن مريم، لعلنا تعرضنا إلى بعض منها في ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام وفي ذكرى شهادته. كذلك أيضا لما تجي إلى المعصومين عليهم السلام يخلون أوجه شبه بين شخصية أحد المعصومين وبين شخصيات الأنبياء أو الأوصياء. من أجمل ما مر علي كتاب اسمه زين الفتى في شرح سورة هل أتى، جزئين كبار، من ضمن فصول هذا الكتاب يذكر أوجه الشبه بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين الأنبياء صلوات الله عليه. شنو الشبه بين أمير المؤمنين وبين آدم؟ شنو الشبه بين أمير المؤمنين وبين نوح؟ شنو الشبه بين أمير المؤمنين وإبراهيم؟ وهكذا سائر الأنبياء. فهذا الموضوع موجود يا إخواني، المشابهة بين أهل البيت وبين شخصيات الأنبياء والأوصياء. فالإمام الصادق عليه السلام يشير إلى نفس هذا الموضوع، يثير نفس هذا الموضوع، المشابهة بين أمير المؤمنين هالدور مو ويا واحد من الأنبياء، وإنما مع حفيده الإمام صاحب هذه الليلة علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه. وكأنما الإمام الصادق سلام الله عليه يقول بأن شخصية علي بن أبي طالب شخصية نادرة،
لا يمكن أن تتكرر، لم يسنح الدهر بمثلها. وكأنما أيضا في طيات الكلام يستشف بأن الناس تعشقوا إلى تكرار شخصية علي، يريدون يشوفون شخص يشابه عليا. ما عادت شخصية علي متكررة إلا في شخصية حفيده زين العابدين سلام الله عليه. يوم إجا دور زين العابدين، عهد زين العابدين، عصر زين العابدين عليه السلام، رأى الناس علي بن أبي طالب في ولده وحفيده زين العابدين عليه السلام. طبعا إن شاء الله أوفق، يعني أتمنى أنه يصير وقت والله تبارك وتعالى يسخر لي الأسباب وأخصص محاضرة الذين شابهوا عليا عليه السلام من أولاده. إجا ترى إلى عصر الإمام الهادي عليه السلام تقريبا، ومن يجي واحد يقولون هذا أشبه الناس بجده علي، حتى من ضمن المعلومات يعني خليها من باب الإثارة والفائدة، الإمام الهادي عنده منه من الأولاد، عنده 4 من الأولاد الذكور، سيد محمد 7 الدجيل، وجعفر المعروف بجعفر الكذاب، وولدان، واحد منهم هو إمامنا 11، واحد اسمه الحسن الثاني اسمه الحسين. الآن منو الكبير من عندهم؟ بعضهم يقول الإمام العسكري هو أكبر أولاد الإمام الهادي، وبعضهم يقول لا، سيد محمد 7 الدجيل هو أكبر أولاد الإمام الهادي من الذكور. شاهدنا وين؟ حسين ابن الإمام الهادي، يقولون هذا كان يشبه جده الحسين ابن علي عليه السلام، هو حسين ابن علي وجد الحسين ابن علي، وفارق الحياة ولا زال شابا، يعني عمره 16-17 سنة فارق الحياة. وإذا قرأ القرآن كأنما الإمام الحسين، يعني صفات الإمام الحسين كانوا ينقلونها الأئمة، فيقولون صوت الحسين، هيئة الحسين، شكل الحسين في منه؟ الحسين ابن الإمام علي الهادي، شقيق الإمام العسكري صلوات الله عليه. طيب، فإذا كان هناك طموح أن يرى الناس شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام تتكرر، وإن شاء الله وفق أنه أذكر الأشخاص الذين شابهوا أمير المؤمنين من أولاده ولو في بعض الجوانب. بس في هذه الليلة نشير إلى هذا الموضوع إلا صلت الضوء عليه الإمامنا الصادق عليه السلام. يقول بقي الناس يتحسرون مفات كلام الإمام، يشتاقون إلى شخصية علي، إلى أن إجا زمن الإمام زين العابدين عليه السلام، شوية اتذكروا عهد علي بن أبي طالب. الإمام الصادق صلوات الله عليه يذكر في هذا الحديث وجهين من أوجه الشبه التي جمعت بين الإمام زين العابدين وبين جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. واحد من أوجه الشبه اللي ذكرهم الإمام الصادق الحياة المعيشية، يعني شنو كان أمير المؤمنين عليه السلام يأكل، شنو كان أمير المؤمنين عليه السلام يلبس. شوف عبارة الإمام الصادق عليه السلام، يقول وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من علي بن الحسين. لبس علي بن أبي طالب تكرر في زين العابدين، علم علي بن أبي طالب تكرر في زين العابدين. بالنسبة للحياة المعيشية خلنا نشوف ماذا تقول الروايات وأوجه الشبه في الحياة المعيشية بين أمير المؤمنين وبين زين العابدين. بالنسبة لأمير المؤمنين يصفه صاحبه ضرار ابن ضمرة، يصف علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشم. شوف الإمام الحسن والإمام الحسين لا يختلفون، الإمام الحسن عليه السلام يركب أفضل الخيول ويلبس أفخر الثياب، إمامنا الحسين صلوات الله عليه أفخر الثياب يلبس. هذا وحده فقط خلي أبين لك، عند الحسين 5 مثل ما نقول عبي، مصطلحنا الخليجي بشوت، يعني 5 عبي دفعها إلى أحد أصحابه ليلة العاشر، كان ولد معتقل في طهران،
قال له خذ هذه العبي مالتي واصرفها واسعى في فكاك ابنك. قيمة الخمس عبي 1000 دينار ذهب آنذاك. هذا فقط نوع من أنواع لبس الإمام الحسين عليه السلام. التكة مال سراويل الحسين اللي يلبسها يطمع فيها حتى أن أحد قتلة الحسين واسمه الجمال قطع يدي الإمام الحسين على هذه التكة الثمينة. التتصور لا خلي سالفة تكة وخلي سالفة عبي وما إلى ذلك. يا أخي سروال أو قميص كان الحسين مزقه يوم العاشر من المحرم يعني مشقق منه يطمع فيه، مع ذلك كانت لها قيمة شرائية بحيث سلبت من على الإمام الحسين. لبس الإمام الحسن لبس الإمام الحسين يختلف. إجا زمن زين العابدين، زمن زين العابدين عليه السلام لا كان لبسك لبس جده أمير المؤمنين. يعني العهد الناس صارت تطمع في المادة وصارت تلهث وراء الشهوات، أراد يسترجع لهم عهد علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا أعيد العبارة، مالت الإمام أمير المؤمنين الحياة المعيشية مالته، ونيجي نشوف وجه الشبه بينه وبين حفيده زين العابدين. ضرار ابن ضمرة يصف عليا يقول يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشم. طيب خلنا نشوف أكل زين العابدين شلون. هالدور منه يصفه ولده جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يقول وإذا كان عند المساء. الآن راح يذكر الإمام الصادق شي عجب الإمام زين العابدين من الأكل. يقول وإذا كان عند المساء أكب على القدور. أكو قدور في بيت زين العابدين يطبخ بشكل يومي إلى البيوت إلى الناس. يقول أكب على القدور حتى يجد ريح المرق. يعني شوف النكهة شلون، الطبخة طبخة محترفة طبخة جيدة مميزة لو طبخة عادية لا، يهتم في نوعية الطبخ. يقول حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان واغرفوا لآل فلان، ودوا هذه الطبخة الجيدة إلى بيت فلان إلى عائلة فلان. ثم يذكر الإمام الصادق يقول حتى يأتي على آخر القدور ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاء. زين يقولون له أنت من ساعة قاعد تشم ريحة المرق وعاجبت إنك الطبخة تودي إلى بيت فلان وبيت فلان، بس من يجي وقت العشاء زين نخلي لك من هذا المرق اللي عجبك؟ يقول لا، جيبوا لي خبز وتمر، أنا كجدي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين شوية خلنا نوقف مع العلم، هذه ما كانت بالتحضير بس هذه من فيوضاتهم صلوات الله عليهم. ليش يوقف الإمام زين العابدين ويشم رائحة المرق ورائحة الطباخ وهو صايم؟ خو قول إلى الخدم ديروا بالكم على الطباخ، سووا طبخة ممتازة ودوها إلى الفقراء. ليش يوقف؟ يوقف ويشتم الريحة حتى يقول للناس ترى أنا لو أريد آكل من أفضل الأطعمة أقدر آكل مو تعبان. يعني أبسط شيء على الأقل مثل ما طبخوا إلكم بالنهار يسووا لي ولو شوية مثلا آكلها بالليل. لكن يقول لا أنا هذا عندي، لكن أؤثر أن أأكل التمر والخبز مواساة للفقراء وتأسيا بجدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شوف الفعل هذا يذكرنا بمقولة أمير المؤمنين ولو شئت لاهتديت إلى لباب هذا القمح ومصفى هذا العسل من غير ما أخذ درهم واحد من فلوسكم. أنا مو معوق، أنا عندي شغل وأنا عندي مزارع وفلوسي كلها أروح أصرفها على الفقراء والمحتاجين. أقدر يوم من الأيام بنت زينب أقول لها تطبخي لي طبخة خاصة، حطي لي عسل حطيها إيه، لكن الشيء اللي أحبه أعطيه إلى الناس وأنا آكل خبز الشعير وشوية ملح. وهكذا ولده زين العابدين سلام الله عليه. هذا بالنسبة إلى الحياة المعيشية. تعال شوف الحياة العلمية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في حق أمير المؤمنين عليه السلام أنا مدينة العلم وعلي بابها. في عهد أمير المؤمنين صارت هناك فتوحات علمية إلى الآن العلماء متحيرون من عهد العلم عند علي بن أبي طالب.
واحد من المستشرقين مرت عليه هذه الكلمة يقول لو ثنيت لي الوسادة لأخبرتكم، سلوني عن طرق السماوات فأنا أخبر بها من طرق الأرض، أسولف لكم المجرات إش فيها، أسولف لكم الكواكب النجوم وما وراء السماوات، بس واحد أريد يسأل. لكن مع الأسف شو تريد أنت؟ قابل ذولا اللي قاعدين عنده عند المنبر متخرجين من جامعة أكسفورد، يعني شو تريد من عندهم؟ واحد اللي يوقف له كم شعرة بلحيتي وراسي؟ طيب قلت لك كم شعرة بلحيتك وراسي، شنو الثمرة اللي حصلتها؟ شنو الفائدة اللي حصلت؟ الناس شو استفادت من لحيتك ومن راسك؟ هذا لكن حديث النبي صلى الله عليه وآله، وعالم ضاع بين جهال. ومع ذلك أمير المؤمنين قال له راح أراويك، أنا ترى مو عاجز، لو شئت لأخبرتك وقد أنبأني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحت كل شعرة شيطان يلعنك، وفي بيتك سخل يكون قاتلا لولدي الحسين. وتاليها اللي يريد يخجل علي بمسجد الكوفة، تاليها طلعت كرامة الأمير المؤمنين فأخبر عن قاتل الحسين وهو عمر بن سعد. شاهدنا يا إخواني كان عهد علي عهد الفتوحات العلمية. إلى الآن ترى الدكاترة جايين يكتبون في علوم علي بن أبي طالب، أكو كتيب يا ريت أولادي وبناتي يطلعون عليه، اسمه الإمام علي والعلوم الطبيعية، دكتور اسمه دكتور يوسف مروة، ذاكر كلها في علم الفيزياء في علم الكيمياء في علم الرياضيات، كلها من مقولات علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب هذا العهد رد تكرر متى؟ في عهد زين العابدين عليه السلام، فأسس المدرسة الصادقية، هذه جامعة الإمام الصادق اللي نقرأ عنها، أول من وضع حجر الأساس لها من هو؟ جده زين العابدين عليه السلام. وإلى الآن العلماء يكتبون ويحدثون ويؤلفون عن مدرسة جعفر الصادق التي أسسها إمامنا زين العابدين سلام الله عليه. فالإمام الصادق ذكر أن أمير المؤمنين في الحياة المعيشية والحياة العلمية الفقهية لم يشابهه أحد إلا ولده زين العابدين صلوات الله عليه. مو معنى هذا ما موجود أوجه شبه أخرى، لا موجود. وإن شاء الله في بحث هذه الليلة الخاص بذكرى ميلاد إمامنا زين العابدين عليه السلام سأشير إلى 4 من أوجه الشبه التي تجمع بين الإمام زين العابدين وجده علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا ما سأبحثه هذه الليلة معكم، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، وألتمس منكم الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك. اخبرتك باني ساشير الى اوجه شبه 4 تجمع وتربط بين الجد والحفيد، بين علي أمير المؤمنين وبين علي زين العابدين. فأما الوجه الأول فهو وجه المشابهة في العبادة. احنا من نجي نقرأ في عبادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي عرف بزين العابدين وبسيد الساجدين كما أخبر عنه جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله، بحيث قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش أين زين العابدين، فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. اسم زين العابدين مو الناس شافوا عبادة مميزة وقالوا هذا من عندنا اللقب نعطيك إياه نتفضل عليك به، لا، سماه الله بهذا اللقب. والليلة يا إخواني فكروا أنتوا شوية، إذا هذا اللقب وهذه التسمية من الله عز وجل، شوف كم واحد كان موجود من العباد من الأنبياء من المرسلين يضربون المثل بعبادة يحيى ابن زكريا، يضربون
يضربون المثل بعبادة نبي الله شعيب الذي بكى من خشية الله حتى عمي فرد الله عليه بصره، ثم بكى من خشية الله حتى عمي وكف بصره فرد الله 3-4 مرات. تصور كل ذول اللي كانوا معروفين بالعبادة، يونس الذي كان يسبح في بطن الحوت، نوح الذي عرف بالتهجد والعبادة، كلهم على رأسهم وزينهم وزينتهم منه صاحب هذه الليلة. ما يقولون إلى نوح زين العابدين، ولا إلى شعيب زين العابدين، ولا إلى يحيى زين العابدين. منو زين العابدين؟ هذه تسمية رب العالمين إلى صاحب هذه الليلة. طيب هذا زين العابدين من يجي يعبد الله، من يجي يتفرغ إلى العبادة؟ تعال نشوف شلون هو كسب هذا اللقب، شلون حصل على هذه الرتبة. لأنه انتحى منهج جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يريد يصلي مثل صلاة جده، يريد يدعو مثل ما يدعو جده، يريد يبتهل كما يبتهل جده. وهذا الحرص على أن يشابه جده أحباه الله تبارك وتعالى بلقب زين العابدين. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، شوية حط بالك للعبارة لأنها الليلة تخليك ترتبط بالإمام أكثر وأكثر. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ولقد دخل أبو جعفر ابنه، يعني الإمام الباقر، عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، يعني صار عليه هيئة عبادة ما شافوها عند غيره، فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد فرآه. شلون الآن وضع لما صار واحد مثله؟ فرآه وقد اصفر لونه من السهر، ورمضت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، يعني صار حفر بجبينه، يسمونه ذو الثفنات، من ألقاب الإمام ذو الثفنات. عمي هذا حتى واحد يطلع له لون من أثر السجود يحتاج إلى سنوات. زين هالدور الجلد يموت يصير يابس يحتاج إلى سنوات أكثر. الإمام من فرط سجوده حتى على الحجارة الخشنة الحارة في السنة مرتين يجيب حجام يقول لي هذا الجلد الميت يكون تقصه تقطعه، وإذا قطع يريد يذبه، هذا الحجام يريد يرمي هذه الثفنات، يلتفت للإمام السجاد عليه السلام يقول أعطني إياها، يقول لي ليش أسوي بها جلد ميت هذا؟ يقول أحتفظ بها في خابية وقد أمرت أن تدفن معي في قبري لألقى الله تبارك وتعالى. شايف؟ يعبر عنا الإمام الصادق يقول دبرت جبهته، اللي يشوف جبين الإمام بها حفر من فرط السجود، يقول وقد رمضت، يقول ورمضت عيناه من البكاء، ودبرت أو دبرت جبهته، وانخرم أنفه، صار أثر بأنف من السجود، وقد ورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة. شوية اليوم في مطالعتي في روايات الإمام سلام الله عليه، يعني هذا بقد ما تفرحنا تبكينا صدق، يعني أحكي لك شوف تأثر بقلبك لولا. يصلي الإمام، يصلي يصلي يريد شوية ياخذ راحة، من وراء الصلاة يقول لا يتمكن من المشي فيحبو إلى فراشه. يعني شوف شقد صلاة الإمام متعبة، بحيث بعد خلاص حركة رجل ما يقدر من وراء التشهد يحبو أو يزحف إلى فراشه في بعض المرويات اللي ذكروها. يقول وقد ورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة. يقول فقال أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر يوم شاف أبوه، فقال أبو جعفر عليه السلام فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء، قمت أبكي على حال أبويا، صدق أفرح من أشوف أبويا متوجه إلى الله، لكن الحالة اللي شفتها بكتني، فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء فبكيت رحمة له، فإذا هو يفكر فالتفت إلي بعد هنيئة من ودخولي عليه فقال يا بني اعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب. الآن هذا اللي قريته إليك تقول بعد وين أكو واحد مثل علي بن الحسين في العبادة؟
إلا تأثر بجبينه، تأثر بأنفه، تأثر برجليه وقدميه بمواضع سجوده، بحيث حتى مشي ما يقدر يمشي. منو يعادله بالعبادة؟ اسمع هذه العبارة اللي ينقلها حفيد الإمام الصادق عليه السلام، قال: فقال يا بني اعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام، فأعطيته، الإمام الباقر يقول فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا، ثم تركها من يده تضجرا، وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب؟ يعني يقول هذا كل اللي سويته بعد ما لاحق شيء على عبادة جدي أمير المؤمنين. الآن هذه من نقرأ الرواية أنه ذب الكتب تضجر، مو تضجر من العبادة، يعني يقول قد ما أريد ألحق جدي علي بعد ما واصل إلى. فإذا كان زين العابدين إلا ما واصل إلى علي لقبه الله بزين العابدين، علي بن أبي طالب شي يطلع إمام المتقين، يعني هذا زين العابدين سيد المتقين، والإمام على زين العابدين من هو؟ جده علي بن أبي طالب. كلنا في الفضل سواء وعلي وشأنه. طيب، هذا بالنسبة إلى التهجد والابتهال، ابتهال الإمام زين العابدين ماخذ منهج جد علي بن أبي طالب. تعال إلى شيء آخر، هذا من أوجه الشبه بين زين العابدين وبين جده في الجانب العبادي. أمير المؤمنين عليه السلام عند من الطقوس العبادية في كل ليلة يصلي 1000 ركعة، حط بالك لأن إله شغل الآن تعليق في نهاية الرواية، راح أوقف عند هذا الكلام. أمير المؤمنين يصلي 1000 ركعة في كل ليلة. إجا الإمام زين العابدين ومشى على من والي جده علي بن أبي طالب. أيضا الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان علي بن الحسين عليه السلام يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين، يعني مو بس في العبادات ومو بس في الأدعية والابتهالات، لا لا لا، كم ركعة يصلي جد علي؟ زين العابدين يريد يصلي مثلا، اسمع: كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام، كانت له 500 نخلة، فكان يصلي عند كل نخلة ركعتين، فاثنين في 500 كم تصير؟ 1000 ركعة. طيب خلنا نوقف عند هالعبارة. أولا يجي البعض شوية يتوقف يقول: شيخنا حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. زين هالليلة هي كم دقيقة بيها، والصلاة الركعة الواحدة كم تستغرق وقت حتى تقول لي 1000 ركعة؟ طيب خلنا نوقف عند هالعبارة، وهذه الليلة سجلوها وتأملوا فيها. هناك جانب غيبي في الأمور العبادية. الأمور العبادية يا إخواني ما تنحسب مثل ما يحسبونها الناس، 1+1=2. شلون؟ أنا أقول لك، خلي أوضح لك. لما مثلا نسمع بأن فلان كان يختم القرآن في ليلة واحدة، كثير من الأشخاص يستثقلها أنه الليلة الواحدة تختم فيها القرآن، مع العلم الآن أنت لو تدخل على اليوتيوب أكو هناك مثلا بعض المقاطع أو بعض مثلا الملفات المرفوعة فيها القرآن كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. كم ساعة؟ أكو هناك قراءة 9 ساعات، أكو قراءة 8 ساعات، موجود 8 ساعات ختمت قرآن كامل. فهي بالإمكان العقلي أو المألوف ممكن يصير، مو قحط. بس الجانب الغيبي يا إخواني هذه يعرفونها، إلا الله رزقهم نعمة ختم القرآن. خلي أولادنا وبناتنا يجربون، من تقول له اقرأ قرآن من الآن، هيئ نفسك تقرأ قرآن حتى ما يجي شهر رمضان يصير عندك طواعية القرآن على لسانك. فيبدي أول جزء يقرأ شوية ثقيل عليه، كم ياخذ في الجزء؟ تقريبا 3/4 نص ساعة، خصوصا إذا كان هاجر القرآن يشوفه بعد صعب. يقرأ الجزء الثاني، يقرأ الجزء الثالث، ذول اللي يختمون القرآن يعرفون. من يجي للجزء الثالث تالي يشوف نفسه كأن هناك مددا من الله، بحيث ما يشوف وإذا خلص الجزء ودخل في جزء ثاني
من غير كلفة اللي حصلها في الجزء الأول، صحيح لو لا؟ مر عليكم لو ما مر؟ هذول الذين يواظبون على القرآن يشوفون عندهم مرونة ويشوفون عندهم طواعية. وخلي أقول لك شيء، هذه إن شاء الله إحنا كل سنة شهر رمضان نوقف عند هذه العبارة. ليش نستثقل يا إخواني قراءة القرآن ونشوفها صعبة ونقول شلون ليلة نقدر نختم القرآن؟ ترى بعض من بناتنا عادي أنها تقرأ مثلا رواية أدبية 600 صفحة وتخلصها في ليلة، لكن ثقيلة القرآن. ليش؟ لأنه صاير كلامنا ومو كلامنا، عربي عربي، لكن خلي بعضهم يقرأ لسورة إنا أعطيناك الكوثر إلا كلها سطر، يغلط فيها مع العلم هو يقول لك أنا عربي وأقراها بس مو متعود عليها. بس من الله يرزقك أنس القرآن يصير كلامك. فمن تسمع أن الحسين قال الحبيب ابن مظاهر رحمك الله يا حبيب فقد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن في شنو؟ في ليلة واحدة. لأن هذا كلامه يا جماعة. احنا الآن سوالفنا من المغرب إلى الصبح نقعد نسولف تترسلنا 3 قرائن 4 لأن كلامنا العادي. بس كلام القرآن بعد ما صار كلامنا العادي كم مرة استشهدنا بآية وآيتين بحياتنا؟ فمن يصير كلامك القرآن مستعد حتى تختم القرآن في يومين. الإمام الرضا عليه السلام يقول وإني لأختم القرآن في 3 ولو شئت لختمته في ليلة واحدة ولكني ما مررت على آية إلا وقفت عندها أنظر في محكمها ومتشابهها. هذا القرآن شوف ممكن أنه تختم القرآن في ليلة. بعد من المدد الغيبي اللي موجود في العبادات هذه يمكن مرت على أكثر القاعدين، ما رايحين أنتوا العمرة، الله رزقنا وإياكم العمرة والله يعيدها علينا إن شاء الله، تيجي ليلة الجمعة مثلا عمرة بشهر رمضان، خصوصا اللي راحوا أول مرة، أول ما يطب المطاف ويشوف المطاف كله مليان، مو الآن بزمن كورونا صار تباعد، لا لا لا، ذيك الأيام أول ما يجي يشوف هذا المطاف كله مقبط مليان، بعضهم يقول لا ما راح أطوف، راح أجي باكر الصبح شوية يخوف، أنا الآن إذا دخلت راح أختنق راح كذا يضايقوني، صحيح لو لا؟ المطوف اللي وياه المرشد اللي وياه يقول له توكل على الله، انت قول يا الله وادخل راح اشوف التسهيل. تاليها اللي متخوف يقرب من المطاف متخوف ينزل من على الدرج، من يطب في المطاف ما يشوف نفسه اللي قريب من الكعبة وخلصت 7 أشواط، وبعضهم يقول ولا حسيت واحد ذاكني او مزاح مني. مرت عليكم هذه لولا؟ بعض الاشخاص جابوهم حريم كبار قالوا ما نقدر راح ننوب، تاليها من طبت طافت الطواف وصلت الركعتين وسعت بين الصفا والمروة وطافت طواف النساء تقول ولا حس ويا ريت الرد نعيد المناسك. هذا من وين إجات؟ هذا المدد الغيبي. بعد الصورة الثالثة هي راح تشوقك أكثر، اللي مشوا من النجف إلى كربلاء إلى الحسين عليه، خصوصا اللي اجوا من اماكن بعيدة من البصرة او اجوا مثلا من ايران طلعوا وصلوا، اسألهم قول لهم انتوا 3 أيام تمشون، وبعضهم بلا توقف بعضهم يوقف فقط للصلاة حتى انه ما يريد ينام، وبعضهم عندنا واحد انا ذاكر قضيته من علمائنا بالبحرين كان مقعد ترى ودوه مشلول على الويلتشير على الكرسي المتحرك واكل ما ياكل بس هو الشاي حتى ضعف ضعف جسمه، قال عندي يقين في الله ببركة الحسين عليه السلام أن هذه المشي فيها الشفاء، بس وصل وشاف القبة قام على طول ببركة الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله. فهذيل اللي راحوا مشاية يا إخواني، العجوز اللي تمشي عمرها 90 سنة ذاك الشيبة اللي يمشي على رجلين على يديه وعلى رجليه تمام، هذا شلون حصلها؟ هذا المدد الغيبي. لما تجي تعرضه على الأطباء يقول مستحيل لو يطلع بهالجو وهو توه مخلص عملية. أنا أذكر سنة من السنوات واحد بعد صدره لخياط بعد مندمل مخلص عملية فتح قلب قال طلعوني من المستشفى، قال للطبيب ما تطلع تطلع تعرض نفسك، قال لا أطلع، قال اتوقع بأنه أنت تتحمل مسؤول، قال مستعد وجابوه عندنا بكربلة وما كان موجود سكن فندق ببيت احنا مرينا عليه
والله تصدق لو ما تصدق الآن يمكن يسمعوني أهله وهو يسمعني. وين ساكت تتعجب؟ تحت الدرج تحت السلم، حاطين الفراش تحت السلم ما عنده مكان. قال بس ودوني قريب من حرم سيدي العباس، من أموت أموت قريب من عنده. ما رجع إلى البحرين إلا عمي خلاص، لا أثر عملية ولا شيء، برك هذا المدد الغيبي يا إخواني. فاللي يجي يقول شلون تصير 1000 ركعة بليلة واحدة، هذا التوفيق الموجود في العبادات. مثل ما الله يسهل ويعطيك مدد لختم القرآن لقطع المسافات بلا تعب، الله يعطي التوفيق إلى أمير المؤمنين وإلى زين العابدين فيصلون 1000 ركعة في الليلة الواحدة. إحنا بحساباتنا صعبة، بس بحسابات رب العالمين وأهل البيت لا تهون عليهم. هذا واحدة. ثانيا يا إخواني حتى نتجاوز هذا الوجه من أوجه الشباب، ليش أمير المؤمنين عليه السلام من يريد يصلي الركعتين يصلي عند كل نخلة؟ هذه اللي سواها علي بن أبي طالب، وسواها أيضا ولد زين العابدين. 1000 ركعة كل نخلة يصلي عندها ركعتين، 500 نخلة. ليش؟ بركة الأمكنة والأزمنة. أنت تقدر تذب البركة في المكان وفي الزمان. شلون؟ أكو واحد إن شاء الله يوصلون إلى الليلة، يعني أنا أذكره دائما ما ناسنا من الدعاء، من الأخيار الصلحاء، يمكن بعض القاعدين من آبائنا يعرفون من منطقة أبو صيبع، يسمونه حج عبد الله بن زهير، عائلة زهير، رجل خير حرفته هو نخلاوي، عند بيته 14 نخلة. فهو يخبرني الله يذكره بالخير، يقول عند كل نخلة أصلي ركعتين قبل لا أزرعها. يقول شيخنا الرطب اللي يطلع قند، تقول شاكليت سكر ينزل وحده، هم من تطلع كأنما تطلع وحدها عناية موجودة. من وين؟ من بركة الصلاة. انت ايضا تنزل ببيت جديد توك متحول ساكن الى، ابتدئ بركعتين. الفندق من تيجي تسكن فيه رايح زيارة رايح عمرة، اول ما تنزل صلي ركعتين، الله يعطيك بركة في المكان اللي نازل فيه. لا باكر باكر من تطلع الشمس، خلصت الصلاة خلصت العبادة، اوقف صلي ركعتين بنية التوفيق والبركة في ذلك اليوم، الله يجيب لك البركة. ليش عدنا يا إخواني حتى بالنسبة للزواج الآن ما أدري موجودة راحت، بس سابقا هذا المعرس من يزفونه قبل لا يطببون على زوجته وين يودونه؟ أحسن يودونه المسجد يصلي ركعتين، الآن ما أدري موجود راحت ما أدري. ليش؟ حتى يقول أفتتح هذا المشروع، مشروع الحياة الجديدة بركعتين، الله يجيب هالبركة. هذا من وين ماخذينها يا جماعة؟ من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فإذا جانب البركة في المواضع المكانية في الأوقات الزمانية في الأشياء، كل شيء يصير عند أهل البيت يخلون فيه لمسة العبادة حتى يلقي الله تبارك وتعالى البركة فيه. فإذا وجه من أوجه الشبه بين الإمام زين العابدين وبين جده أمير المؤمنين المشابهة في العبادة. زين الوجه الثاني المشابهة في الشجاعة. الآن البعض يمكن يتفاجأ من هالكلام، يقول شيخنا أخو آمنا بالله علي بن أبي طالب لا يضاهيه أحد في شجاعته، لكن زين العابدين اللي نعرف عنه لا، منحول ضعيف الجامعة على صدره القيود في يديه ورجله، مو صحيح؟ طيب خلي شوية أوقف، هاي ورقة التحضير خليها على كتر لأن أول إلي شغل وياك بعدين أجي إلى الروايات. عمي شوف إحنا أولا من نجي إلى قيود زين العابدين ليلة مولد، بس لابد أنه نشير إلى هالقضايا. خلوا طوق في رقبته، خلوا جامعة ترفع اليدين إلى العنق، ثقلوا عليه من الحديد والقيود والأغلال. سؤال أسأل يا جماعة، من عادة اللي يحطون عليه قيود أكثر من غيره؟ فكر فيها بعدين جاوب. العادة السجين يحطون عليه هذه الكلبشة والهفكري حتى ما يحرك إيده ويشرد. اللي يخلون عليه قيود أكثر من غيره برجلينه بإيدينه منه؟ مو بس القوي، اللي يحسون بأن عنده قدرة مقاومة إلى أشخاص أصحاب الجرائم الخطيرة، هذول تصير القيود عليهم أكثر وأكثر. إذا زين العابدين ضعيف ليش حاطين عليه هالكثر قيود؟ ليش حاطين عليه؟ بس فكر،
هذا يقودنا يا إخواني إلى تحليل وتفسير بعض علمائنا المجتهدين، ما حطوا على زين العابدين هالقيود إلا لأن زين العابدين دخل المعركة وقاتل وأصيب بجراحات، ونظر بنو أمية إلى شجاعة زين العابدين فذكرهم بشجاعة جده علي بن أبي طالب. كرامة للإمام أريد صلوات أرفع من هذه. ولهذا يا إخواني شوفوا هذه الأمور أربطها هذه بهذه. أمير المؤمنين كم واحد دخل عليه بيته من قيده؟ 500 شخص. زين العابدين كم واحد دخل عليه الخيمة؟ 500 شخص بقيادة شمر ابن ذي الجوشن. أمير المؤمنين حطوا حبل برقبته وحطوا حمائل السيف إلى عنقه. زين العابدين نفس القضية، يعني ذكرهم بعلي بن أبي طالب. طيب مرض زين العابدين ما هو؟ إلا بعض يقول لا مصاب بإسهال. شنو هذا يليق بكلام؟ هذا الكلام يليق بإمام؟ أنه شنو والله المرض اللي كان راح يفارق الحياة كان مبطونا، وبعضهم يقول كان مصابا بالذرب. ذرب شنو؟ يعني إسهال عنده. الله منزهم ويطهرهم تطهيرا، شلون يجيهم هذا الأمر؟ بينما الذي موجود في التاريخ يختلف. خلي أذكر لك أوجه الشبه. أولا أمير المؤمنين سلام الله عليه، راح نسمع الشهر الجاي لما وضع علي على ساجة المغتسل وجد في جسده 1000 جراحة، ضربة على ضربة، طعنة على طعنة، لكن ملتحمة، إلا الراس الضربة اللي براسه ملتحمت، وألف جراحة كلها في المقدم، ما موجود في مؤخر أمير المؤمنين شيء. زين أقرأ لك الرواية التي هي من كرامات علي بن أبي طالب عليه السلام، ويذكرها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، بس نهايتها أريد من عندك صلوات قوية بحجم علي بن أبي طالب عليه السلام. الرواية يذكرها الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه، قال إن أصاب علي عليه السلام يوم أحد 60 جراحة، وإن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سليم وأم عطية أن تداويه، فقالتا إنا لا نعالج منه مكانا إلا انفتق. 60 جرح، انسد جرح ينفتق الثاني، انسد الثاني ينفتق الأول، ما يتعالج يعني علي ما يتعالج، وكان راح يموت. كان ما حطيت جنابك أنت مجلس تعزية على علي 19 رمضان، لا، كان يوم أحد ويا الحمزة ينقتل الحمزة وينقتل علي لولا الكرامة اللي راح نقرأها الآن. فقالتا إنا لا نعالج منه مكانا إلا انفتق مكان، وقد خفنا عليه، ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يعودون وهو قرحة واحدة، يعني من رأسه إلى رجلين جرح ورا جرح وهو قرحة واحدة، فجعل هذا لا أقول لك حضر نفسك للصلوات المرتفعة، فجعل يمسحه بيده ويقول إن رجلا لقي هذا في الله فقد أبلي وأعذر، فكان القرح الذي يمسحه رسول الله يلتئم. فقال علي عليه السلام الحمد لله إذ لم أفر ولم أولي مدبر ولم أولي الدبر. زين هذا أمير المؤمنين وهذه الجراحات اللي بجسم علي. زين العابدين في كربلاء شنو كان مرضه وشنو اللي كان يحتاج إلى مداوات الحوراء زينب وإلى علاجها؟ أذكر لك ما يذكره السيد الجلالي رضوان الله عليه في كتاب جهاد الإمام السجاد، هذا أهم المحققين عندنا ومن المجتهدين. الرواية يذكرها عن الفضيل ابن الزبير الأسدي الرسان الكوفي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، يقول اسمع وحاول تحفظها: وكان علي بن الحسين علياً عليلاً وارتث يومئذ. ارتث يعني شنو؟ يقولون فلان مرتث بجراحه، ما سامع، مات مرتثاً بجراحه، يعني الضربة ما تتعالج، مات من فرط الجراحات. زين العابدين مرض يوم العاشر، شنو كان؟
الجراحات اللي من جراء دخوله في المعركة كانت ستقضي عليه وتقتله. وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء. فهو كجده علي بأحد، أصيب علي بالجراحات وكان سيموت، فدفع الله عن أمير المؤمنين ببركة رسول الله. والإمام زين العابدين في يوم العاشر حضر بعض القتال وارتث حتى كان سيموت، فدفع الله تبارك وتعالى عنه. سبحان الله. يعني قلت لك هذا المجلس ليش أنا من أبدي أول أقرأ فاتحة بنية استضافة أرواح أهل البيت حتى تجي هالفتوحات. أمير المؤمنين دفع الله عنه الموت من جراحاته ببركة رسول الله. زين العابدين دفع الله عنه الموت من جراحاته ببركات منه؟ من اللي قاعدة تمرضة حتى تعرف جلوس الحوراء؟ زينب ما راحت تداوي واحد ثاني ولا قعدت عند واحد ثاني، عندها أولاد اثنين يطلعون المعركة إلا اثنين، زين العابدين وأبوه الحسين عليه السلام. هذا سر الشفاء عند الحوراء زينب عليه السلام. بعد من هذا الوجه، وجه الشبه الثاني، أمير المؤمنين سلام الله عليه معروف بسرعة عدوه. ركضة علي ركضة لا تقص، وهذه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله. قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار. شنو يعني كرار يا جماعة؟ كرار مو بس القتال، كرار يعني من يدخل خلاص ما يوقف عليه، كرار غير فرار، يفتح على يده بالنصر. ووصفوه أيضا، وصفوا أمير المؤمنين إذا مشى إلى الحرب هرول، يعني علي ما يمشي على راحته، لا لا لا، هرول ثبت الجنان، قوي شجاع منصور على من لاقى. من ينقض علي في المعركة ما يوقف، لا يرجع إلا بالفتح والنصر. زين الإمام زين العابدين، هذه يمكن من قليل، أنا أحكي لك الصحيح أقول لك قليل تذكر على المنابر، اللي يقول لك الإمام ضعيف منحول، خلي أذكر لك الرواية اللي يذكرونها، يذكرها محمد ابن جرير الطبري في دلائل الإمامة، ويذكرها السيد هاشم التوبلاني على الله مقامه في مدينة المعاجز عن قدامة ابن عاصم قال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا أسمر ضخما من الرجال. حط خط تحت هالعبارة، ضخما من الرجال، حط بالك. وكان ينظر إلى صريمة فيها ظباء، يعني قطيع من غزلان، شفت الغزال إذا ركض منه يلحقه. وكان ينظر إلى صريمة فيها ظباء فيسبق أوائلها ويردها على أواخرها. قطيع الغزلان إذا رادوا يصيدونه هذول الصيادة يقولون شيل حقها، فالإمام زين العابدين يركض حتى يفوق الغزلان ويفتح يده، الظباء تشوف الإمام فترجع إلى الوراء ويصطادونها بعدو وركض إمامنا زين العابدين سلام الله عليه. مصدر هذه الرواية مدينة المعاجز في الجزء الثالث صفحة 242. فإذا الوجه الثاني من أوجه الشبه بين زين العابدين وبين جده أمير المؤمنين المشابهة في الشجاعة. بعد الآن خلاص، بعد لأن الوقت الدارك، سريعا في دقيقتين ثلاث أحاول أنه أخلص الموضوع. الوجه الثالث المشابهة في تحرير العبيد، الرواية أقراها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. كم عبد حرر علي بن أبي طالب؟ إيه نعم، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ولقد أعتق من ماله 1000 مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار. حط بالك للعبارة، مما كد بيديه ورشح منه جبينه، مو قال راح أخذ من فلوس الحكومة وأدفعها للعبيد وأحررهم، لا، أموال الناس يقول هذا بروحها، بس يشتغل علي عرق ينزف إيده تتعب، يروح إلى العبيد ذولا يحررهم ويصيرون من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهكذا كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه حتى سمي بمحرر العبيد. أقرأ لك الرواية مسك الختام، الإمام الصادق عليه السلام في حق جده زين العابدين عليه السلام، اسمع، قال وما من سنة
إلا وكان يعتق فيها آخر ليلة من شهر رمضان ما بين 20 رأسا إلى أقل أو أكثر. كل سنة في شهر رمضان 20 واحد يعتقهم. وكان يقول إن الله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 70,000 عتيق. يعني 70 مليون عتيق. اسمع، 70,000 عتيق من النار، كلا قد استوجب النار، مستحق للنار. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه، يعني ليلة العيد أضرب جنابك 70 مليون في 30، شوف كم الرقم يطلع. هذول عتقاء من نار جهنم، رزقنا الله وإياكم العتق من النار والدخول الجنة. وإني لأحب أن يراني الله وقد أعتقت رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار. الإمام الصادق يوصف جده يقول وما استخدم خادما فوق حول. بعضهم يقولون لهذه الخدامة، تيجي الخادمة عنده بالبيت تقول أمي مريضة أو عيالي راح يتزوجون أريد أرجع باقي لي شهر، يقول لا دافع فيك فلوس تظلين إلى آخر يوم. زين العابدين مع العلم مو هذا مستخدمينها يعني بأجار مثل الموظف، لا مالكنا. وهو الإمام يقول ما دار حول على واحد من عبيده، هكذا يصفه الإمام الصادق عليه السلام. يقول وما استخدم خادما فوق حول، كان إذا ملك عبدا في أول السنة أو في وسط السنة إذا كان ليلة الفطر أعتق واستبدل سواهم في الحول الثاني ثم أعتق كذلك، كان يفعل حتى لحق بالله عز وجل. تدري زين العابدين من يطلع يروح إلى الحج، سيد الجلال يذكر في جهاد الإمام السجاد عند من العبيد اللي أعتقهم 50,000 نفر كلهم يحوطون حول الإمام، إذا إجوا يريدون يعتدون على الإمام بالضرب أو يهينونه 50,000 يوقفون يدافعون عن زين العابدين، يقولون احنا عشنا في نعمة زين العابدين. وأما الوجه الأخير، الوجه الرابع، أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتفقد المحتاجين في الليل. من الجن الليل شال أمير المؤمنين زنبيلا على رأسه، نسميها احنا عندنا بالخليج نسميها مرحلة، نسميها قفة، نسميها جفير، يشيل على رأسه، يحط به السمن، يحط به التمر، يحط به الدقيق، يحط به اللحم، ويدور على الأرامل، يدور على المساكين. إن شاء الله دور الشهر راح تسمعون ذاك الشيخ المكفوف اللي يوم دفنوا أمير المؤمنين الحسن والحسين وراجعين إلى الكوفة ومروا على الخريبة وشافوا ذاك الشيخ المسن المكفوف، يا شيخ ما يبكي؟ قال كان لي رجل يأتيني في كل ليلة يطعمني بيده ويترفق بشأني. إذا شال أمير المؤمنين عليه السلام الزنبيل على رأسه إلا طالع رايح المسجد بالليل نص الليل يقول له يا أمير المؤمنين ألا أحمل عن، دعني خلي أشيل عنك، وين تريد تودي؟ قال أفأنت تحمل وزري يوم القيامة، خلي أنا اللي أشيل، أنا اللي أدور الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا الجد الحفيد شلون صاحب هالليلة، شلون صاحب هالليلة يضع الجراب على ظهره ويمر على بيوت الفقراء والمساكين. إذا واحد من الفقراء ما يكسر خاطره يقول تاليها جار الزمن علي وتصدقت علي الناس، يقول الإمام فإذا طرق الباب وخرج الفقير ضيق لثامه حتى ما يعرفه، يعطي بإيده ويمشي حتى ما يقول له بعد ذاك رحم الله والدك ما قصر، ما يسمع يمشي عنه، ما يعرفون منه. الأطفال من يشوفونه يقولون جاء صاحب الجراب، جاء صاحب الجراب. العلامة المجلسي يقول وكان يعيل 100 بيت من بيوت الفقراء والمساكين ولا يعرفونه. عرفوا متى؟ 25 محرم. عمي خلاص طال عليك المقام، مجلسي اكتفى، بس أريد عمي سطر واحد أقول لك هالحكاية.
وحطها في بالك. وهذه رسالة إلى كل من حملنا الدعاء وقال لا تنسونا بمجلسكم. الحمد لله رب العالمين، البارحة بمجرد أنه قلنا إحنا على اعتاب باب الحوائج وإن شاء الله تبشرونا بقضاء الحوائج من الصبح إلى وقت الغروب، كان مقرر إجراء عملية إلى مريض، الحمد لله طلعوا من المستشفى اليوم. من قروا هذه 133 مرة يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاي أخيك الحسين، رسلوا لنا الحاجة المتعسرة صار لها مدة فرجها أبو فاضل ما قصر. إن شاء الله يا إخواني مثل ما كان البارحة وصيناكم وبشرتونا اليوم نوصيكم الليلة وباكر تبشرونا، ما قصر وياكم علي الكربلاء، خصوصا للمرضى هذا يطرقون بابه ما يرجعون خياب. بس أنا مثل ما وصيتك البارحة أوصيك الليلة بشنو؟ الليلة اعتبر نفسك واحد من اليتامى اللي كان زين العابدين يمر على بيوتهم. الليلة اعتبر نفسك واحد من المحتاجين اللي الإمام زين العابدين ما قطعهم وكان يحمل الجراب إليه. قل لسيدي أبا محمد يا ابن الحسين إن شاء الله تخلي حاجتي بجرابك اللي تشيله على ظهرك، ترى ما نزلوك بالقبر والجراب راح، جراب الدنيا توقف لكن جراب رب العالمين النوراني بعد موجود. والجراب إذا كان في الدنيا في أموال وسمن وتمر ودقيق ولحم، الجراب اللي موجود من نور على ظهر زين العابدين فيه كل حوائجكم إن شاء الله. فإن شاء الله عمي الليلة تضعون حوائجكم وتوقفون عينكم على بيبانكم تنتظرون طرق زين العابدين على بابكم فقط هالشكل. قل له سيدي محتاج إنك، شفت الأيتام اللي كنت تروح لهم، شفت المحتاجين، ترى أنا أكثر يتاماكم محتاج لكم، أكثر المحتاجين لكم. وإن شاء الله مثل ما بشرتونا في الأيام السالفة تبشرونا باكر بقضاء الحوائج ببركة الفرحة التي دخلت على قلب إمامنا الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة. الليلة عمي ما يخالف يعني حتى أكون أكثر دقة، ترى هي صدق فرحة في قلوب أهل البيت لكن ترى هم الليلة فاتحة في بيت أهل البيت، تدري لولا؟ لأن أم الإمام زين العابدين فارقت الحياة في ولادتها بالإمام. ما أدري تدري بهالمعلومة لولا؟ الإمام زين العابدين ترى ماتت أمه السيدة شاهزنان في نفاسها، يعني يمكن الليلة أو الليالي القادمة وفتح عين الإمام يتيم الأم. بس هذا من باب فقط المعلومة حتى أكون دقيق في نقل المعلومات عن الإمام، لكن مع ذلك كان أهل البيت ينتظرون قدوم هذا الوليد ونحن هذه الليلة إن شاء الله معهم في بيوتهم فرحون بسرور قدوم الإمام سلام الله عليه. فكرامة لهذه الفرحة بأعلى أصواتكم صلوا على محمد وآل محمد. الثانية والثالثة بأعلى الأصوات. كرامة لعلي والحسين وزين العابدين الثالثة أعلى من الإثنتين. الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلتين أصواتكم كل ليلة أرفع من قبلها، الليلة عاد ختامها مسك، لتبردون الليلة عين الزهرة على مجلسنا. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والبدر الزاهر والعلم الفاخر خير المرسلين والرحمة المهدات من رب العالمين إلى سائر خلائقه جل وعلا، المصطفى الأمجد والرسول المسدد والنبي الممجد من سمي بالسماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم. أي اللهم صل على محمد وآل محمد، أسعد الله أوقاتكم وبارك الله في جميع أيامكم
ففي مثل هذه الليلة أيها المؤمنون دخلت الفرحة على قلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمولد حفيده علي زين العابدين، ودخل السرور على قلب إمامنا الحسين سبط النبي وفي ذلك يقول مادحهم أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسمى الدرجات، وإذا ما ذكروا في مجلس ارفعوا أصواتكم بالصلوات. ألف الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي وأولاده المعصومون حجج الله. بمحمد صلى الله عليه وآله ختمت النبوة، وبعلي وأولاده ختمت الوصية والولاية، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم الإمام المنتظر قائم آل بيته. وقد روى الرواة عن سيدتنا شهزنان أم إمامنا زين العابدين عليه السلام زوجة الحسين بن علي صبط نبينا قالت أنها قد رأت سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام قد جاءتها في المنام فبشرتها وطمأنتها من أنها ستسبى ولن يأتي إليها أحد بسوء، وأن الله تبارك وتعالى سيجمعها بولدها الحسين بن علي وسيرزقها إمامنا زين العابدين. صلوا على ثم لما شاءت المقادير أن تأتي السيدة شهزنان أم إمامنا زين العابدين إلى المدينة دفعها إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام إلى ولده الحسين صلوات الله عليه، وقال يا بني احفظها وأحسن إليها فإنها ستلد لك أفضل خلق الله في زمانه. صلوا على قال الرواة فلما تزوج بها إمامنا الحسين عليه السلام وكان بينه وبينها ما يكون بين الرجل وامرأته علقت بإمامنا زين العابدين عليه السلام، وفي ذلك يقول مادحهم أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعين النظام صلوا على وإن وليدي وإن وليدي بين كسرى وهاشميل لأفضل من نيطت عليه التمائم. ألف الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال إمامنا زين العابدين عليه السلام إن لله عز وجل خيرتين، فخيرته من العرب هاشم وخيرته من العجم فارس، وأنا ابن الخيرتين. صلوا على محمد
وكانت سيدتنا شاهزنان في مدة حملها ترى في نفسها خفة واتساعا، وكانت إذا دخلت إلى الحجرة المظلمة لا تحتاج إلى سراج ولا ضياء، بل كان النور يشرق منها، وتلك كانت من أنوار نبينا محمد. حتى إذا انقضت أيام الحمل المبارك أوحى الله تبارك وتعالى إلى رضوان خازن الجنان أن زين الجنة كرامة لمولود يولد في الأرض، وأمر الله تبارك وتعالى بالملائكة أن تصطف سماطين بالتسبيح والتقديس كرامة لهذا المولود المبارك، وأمر الله عز وجل جبرائيل أن يهبط إلى الأرض لتبشير إمامنا الحسين وللفرح والسرور في بيت علي، فنزل جبرائيل بقبيل من الملائكة والقبيل 1000 ملك، وجلست سيدتنا شاهزنان على فراشها ومن حولها لمة من نساء بني هاشم وهي في فرح وسرور، ولما جاءت ساعة الميلاد المبارك وضعت بإمامنا زين العابدين من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فخرج إمامنا من بطن أمه ساجدا لربه طاهرا مطهرا مختونا، تناولت هنالك لمة من النساء ولفوه في قماطه ودفعوه إلى إمامنا الحسين، فدفعه الإمام الحسين إلى أبيه علي بن أبي طالب، ودخل الفرح والسرور في بيت آل محمد. ارفع ايدك واطلب حاجتك. افضل الصلاة، يلا الحوائج والمرضى. ايه علي بأعلى الاصوات، علي ابن ابي طالب. الزهرة وينها؟ فاطمة الزهراء، يا الله. الحسن والحسين، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم. بنية الزيارة لمشهد قريب. علي الرضا، يا علي. محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، يا الله يا الله، صاحب العصر. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، لم ويك بالقيد منه الراح والقدم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، لم ويك بالقيد منه الراح والقدم، ولم أبوه ثلاثا في الصعيد لقا، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا علي رسول الله، والده أضحى وأثوابه مما اعتراه دم، وخارجيا ينادى
في البلاد وقد أمست بنور هداه تهتدي الأمم. هذا ابن خير عباد الله كلهم يهدى لشر عباد الله كلهم. إن يشتموه فقد قالت قلوبهم هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله فليس تجهل يا ابن اللات أمكم. خواتم الشرك أنتم في العباد وذا بجده أنبياء الله قد ختموا.